لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. المسيح قام. يأتينا البوق الروحي اليوم بعرض سريع للشخصيات التي نقابلها في إنجيل أحد الأعمى ويبين مواقفها. الرب يسوع المسيح هو ابن الله الشافي والمدبر كل الأشياء، صانع النور وواهبه، ومبدع الإنسان ومجدد الخليقة، يسارع إلى تعزية الإنسان وعونه. فتح عيني الأعمى لأنه ينير كل إنسان آتي إلى العالم. اليهود والفريسيون يدرسون كتب الأنبياء والناموس والمزامير عن طريق الفلسفة والقانون، أي بالعقل فقط وبدون الروح والقلب وبدون اختبار فعل النعمة الإلهية وطلب الرحمة. لذا علقوا بروح هذا العالم بالحسد وحب السلطة فأغلقت عيونهم. لها عيون ولا تبصر، لأن الخليقة تظلم بصيرة الإنسان. عماهم جعلهم يشتمون الأعمى ويرفضون العجيبة التي حصلت معه، محاولين إثبات بطلانها. الإنسان المولود أعمى، العمى الجسدي عنده صار سببا لإنارة عيني قلبه، فأصبح مهيئا للمعرفة الفائقة. لذا أطاع كلمة الرب وذهب واغتسل في بركة سلوام كما أمره الرب. لم ينكر الذي شفاه، بل كان جريئا في حواره مع اليهود الذين ضغطوا عليه لكي ينكر قوة الله. وبسبب موقفه هذا جردوه من حقوقه الدينية والاجتماعية، وأنكر أبوه وأمه علمهما بالذي فتح عينيه خوفا من اليهود. أخيرا رأى الرب وآمن به وسجد له. ولد الإنسان الذي ولد أعمى خاف من اليهود، والخوف يجعل الإنسان يكذب وينكر. التلاميذ سألوا الرب يسوع عن سبب ولادة إنسان أعمى وأعطوه سببين: خطايا الأهل أو خطيئة الإنسان نفسه. أما الرب يسوع فأعطاهم سببا مختلفا تماما عما اقترحوه. السبب هو أن يتمجد الله فيه، ومن ثم أراهم بالفعل كيف تظهر أعمال الله بفتح عيني الأعمى. المسيح قام.